بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، ونشهد أن محمدا عبد الله وخليله ورسوله أرسله رحمة للعالمين، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، صلوات الله وسلامه عليه ورضوانه جل وعلا على أصحاب محمد أولئك الذين آمنوا به وهاجروا معه وإليه وجاهدوا معه وبعده. اللهم ارض عنهم وأرضهم ووفقنا لحسن متابعتهم يا ذا الجلال والإكرام. وبعد، فقد روى البخاري والترمذي وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فليفكر المسلم ولا سيما في هذه الأيام، هل كان مغبونا؟ النبي أخبر أن كثيرا من الناس مغبونون في هاتين النعمتين، الصحة للبدن والفراغ من عدم الشواغل الذي تقهر الواحد قهرا. فالحريص على الربح مع الله والمرابحة معه والفوز بجائزته جل وعلا والفوز بلقاء الله جل وعلا ورضوانه عليه، فليحسن التعامل مع هاتين النعمتين، يجعل من وقته الفراغ جزءا بينا في اتصاله بربه وحمده وشكره والثناء عليه والإكثار من الشهادة بأنه لا إله إلا هو سبحانه، وليحرص في حال صحة بذلك وفي حال فراغه. فإن الوقت لو نظر الإنسان إلى وقته لوجد جزءا بينا يذهب سدى لا فائدة من وراءه، وإذا لم يكن فائدة ضارة فهو أقل خسارة. لكن إن كان الوقت يشغل بمعاصي الله بالقيل والقال والغيبة والنميمة والخصام والندد والشر وإعلان فواحش الأقوال وقبائح الأفعال، فيا للخيبة والندامة إلا إن تداركه المولى جل وعلا فوفقه للتوبة. فلينظر المسلم، نحن الليلة هذه ليلة تمام 20 ليلة من رمضان، والليلة التي بعد هذه الليلة تدخل ليالي 10. فإذا كان الواحد منا متساهلا في بعض الليالي وغافلا عن بعض الأوقات الذكر والثناء على الله، فليستعد وليهيئ نفسه للتعامل مع الوقت من صحة وفراغ، لعل الله أن يوفقه للعمل الصالح، لعل الله جل وعلا أن يشغل صحيفة أعماله الخيرة الكريمة بما يسره يوم العرض والجزاء، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فكر أخي المسلم، فكر أيها المسلم من رجل أو امرأة، من فتى أو فتاة، فكر في 20 اليوم التي غابت شمسها اليوم، هل كنت محافظا على كرامة صومك؟ هل كنت صائلا صومك عن ما يشينه؟ هل أنت حذرا مما قال النبي فيه صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في تركه طعامه وشرابه. إن كنت قد فرطت في شيء من ذلك فتبادر إلى الله بالتوبة الصادقة والعزيمة الأكيدة أن تستغل ما بقي من شهرك بما ترجو أن تجده في صحيفة أعمالك، يوم يعطى الناس منهم من يعطى صحيفته بيمينه وهؤلاء أهل الفوز، ومنهم من يعطى بها من وراء ظهره أو شماله فيا للخسارة. ففكر لنفسك أيها المسلم في هذه النعمة، في هاتين النعمتين اللتين شهد النبي صلى الله عليه وسلم بأنهما من النعم الكثيرة، ولكن كثيرا من الناس قد يضيعون. نعمتان
مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. فكر في صحتك، هل كنت تشغلها بما يسرك؟ فكر في فراغك، هل أنت تشغله بما ترضاه أن تراهم في صحيفة أعمالك؟ إن كانت الأمور السارة فاعلم أن ذلك من لطف الله وتوفيقه جل وعلا وإحسانه بك، فأكثر من شكره والثناء عليه، وأكثر من استغفاره والتوبة إليه، وأكثر من سؤاله أن لا يكلك إلى عملك، فإن الإنسان إذا وكل إلى عمله ضاع. بل سر ربك جل وعلا أن يتداركك بالتوفيق ويوفقك لإخلاص العمل له، ويرشدك إلى أن تستقبل مساءك بالتوبة إليه جل وعلا، وتستقبل صباحك بالعزيمة على ألا ترتكب أمرا محرما. احذر من الغبن، فإن الإنسان لو غبن في أقل شيء من في أمور الدنيا لا ساءه ذلك وأعداه وأقلق راحته، وربما أسهر ليله، وربما حرمه لذة الطعام والأنس. ففكر في الخسارة العظيمة التي قد يقع فيها بعض الناس، كيف وقد قال النبي المصطفى أن هاتين النعمتين مغبون فيهما كثير من الناس. حاذر، إذا أمسيت ففكر بما أمسيت، هل هو بالذكر والإنابة والإكثار من الاستغفار والتوبة والتسبيح والتهليل؟ إن كان ذلك فهذا من فضل الله عليك، وإن تكن الأخرى فبادر بالتوبة والندم والاعتذار من الله، فقد قال نبي الهدى: لا أحد أحب إليه العذر من الله، فهو يحب من عبده وإن عصى ربه أن يعتذر لربه ويتوب. فاحرص أيها المسلم وطن نفسك في مسائك هذا على أنك عازم على أن تجعل حالك في يوم غد ثم ما بعده من الأيام على أحسن مما كانت عليه، وأن تكون ليلتك القادمة أحسن من لياليك التي آخرها هذه الليلة. احرص على أن تبيت نية كريمة وعزيمة صادقة ورغبة أكيدة في أن تصلح حالك وتستقيم أمورك، وألا تكون مع المضيعين لفضائل هذه الأعمال. ثم أعلم أن الله جل وعلا مع عظيم كرمه وسعة فضله وحبه لعباده يفرح بتوبات التائبين. هو لا يستفيد جل وعلا، هو غني عن أعمال العباد، ولكنه جل وعلا يحب أن يوفقهم للأخذ بأسباب المغفرة والرحمة. فاحرص على أن تكون متهيئا لذلك، ولا تثق بنفسك دائما، فإن الله قال: إن النفس لأمارة بالسوء. بل أكثر من الإكثار من التوبة والاستغفار، وإذا علمت خطأ فيما بينك وبين الله فقط فبادر بالتوبة، واعلم أن التوبة فيما بين العبد وبين ربه تجب ما سبق، تمحو ما سبق من الخطايا التي بين الإنسان وبين الله. وأما التي بين الإنسان وبين الناس فقد مر عليك حديث النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال له رجل: إن أنا قاتلت في سبيل الله حتى قتلت مقبلا غير مدبر، هل تكفر عني جميع خطاياي؟ قال: نعم. فلما ولى ناداه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: كيف قلت؟ فأعاد السؤال عليه وقال: إن أنا قاتلت في سبيل الله حتى قتلت مقبلا غير مدبر، هل تكفر عني خطاياي كلها؟ قال له: نعم، إلا الدين، يعني إلا حقوق العباد لا يكفرها الجهاد في سبيل الله. فاحرص على أن تتعاهد نفسك بها، وأن تكثر من التوبة إلى الله، وأن تكثر من محاسبة النفس. فإن الإنسان إذا وفق لحساب نفسه والنظر في أعمالها وحرص على أن يقدم توبة عما يعرف من الذنوب وعما لا يعرف، ما كان بينه وبين الناس فلا بد أن يجعلهم يتقاضون ما لهم عنده، إن كان مالا يبادر بأداءه،
وإن كان عرضا ونحو ذلك فيبادر بالاعتذار منهم، وإن كان اغتابهم بما ليس فيهم فليحرص على تبليغ من زعم عنهم أنهم على غير حال حسنة أن يبادر بأنه آسف ونادم عما سبق، فاحرص وأكثر من التوكل على الله جل وعلا والثقة بأن ما كتبه الله لك سوف يكون، وما كتبه عليك فلا يمكن أن يرد. لكن إذا وقع أي أمر تكره وصار دفعه غير ممكن فتذكر قول أولئك الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون، أولئك الذين قال الله عنهم أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة. إن أصابتك مصيبة وحلت بك كارثة فبادر بالإعلان إعلانك أنك خلق من خلق الله وأنك ملك له جل وعلا وأن ما قدره عليك آت لا محالة، وإنما سر ربك اللطف وأن يمنحك سبيل الرضا حتى تكون فائزا بما يواجه تلك المصائب، فأكثر من ذلك. ثم احرص على المحافظة على الأذكار أبعد الصلوات الخمس، فإن حديث الفقراء الذين قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم سبحان الله والحمد لله والله أكبر هذه الجملة 33 مرة هي 99 كلمة يتمها بلا إله إلا الله إلى آخره، هذه تكفر الذنوب كلها وتجزي عن بذل الصدقات، نعم يسوقها الله وساقها للعباد. فينبغي لك أن تحسن تداركها وأن ترغب فيها رغبة أكيدة وأن تتعاهد بقدر الإمكان، ثم احرص على القيام بالأعمال الأخرى من النوافل العبادات، من نوافل الصدقات ونوافل الصلوات ونوافل الأذكار، فإن هذه النوافل خير كثير، والله جل وعلا يحب عبده الذي يتقرب إليه بالكثير من النوافل، يعني يؤدي الفرائض ويتجنب المحرمات ومع ذلك يكثر من عمل النوافل، كما قال جل وعلا في الحديث القدسي ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، يقول جل وعلا فإذا أحببته كنت سمعه، يعني يصون سمعه عن كل شر وبصره يصون بصره عن كل شر ويده يصون يده عن كل شر، وهكذا احرص على أن تتعاهد نفسك في هذه الأمور وأكثر من الإكثار من التفكير بعملك الماضي، وهل كان فيه تقصير؟ إن وجدت خيرا فاعلم أن ذلك من توفيق الله وعظيم فضله وجزيل عطائه، وإن وجدت أخرى فبادر إلى الله بالاعتذار والتوبة وسأله أن يقبل عذرك. أسأل الله بأسمائه وصفاته أن يجعل ليلتنا هذه من أفضل ليالي شهرنا هذا التي مضت وتمضي، ووفقنا جميعا بإحسان تلقي الليلة القادمة الليلة 21 بما تحب وترضى وبما نرجو أن يكون من أسباب النجاة من مشاكل الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين والمنافقين، واحمي حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم فرج كروبات المكروبين من المسلمين في كل مكان، واشف مرضى المسلمين في كل مكان، واقض الدين عن المدينين المسلمين في كل مكان، وفرج كروبات المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام. وعاجل الشعوب المضطهدة والشعوب المقهورة والمظلومة والشعوب التي تكالبت عليها الأعداء من شيوعيين والصفويين رافضة ومن يتبعهم ومن نصيريين ملحدين، نسألك يا حي قوم أن تفاجئ الأمة الإسلامية أجمع بنجاح عاجل وانتصار ساحق من أهل الحق والهدى لأهل الباطل والردى يا حي يا قيوم. اللهم فرج كرباتهم في الشام عاجل غير آجل بانتصار على الباطل يا حي يا قيوم، وفرج كربات المكروبين في العراق وفي كل مكان من البلاد الإسلامية يا حي يا قيوم، وانزع الفتن التي
تجيش في بعض الدول الإسلامية أرفعها يا حي يا قيوم وأحل محلها الأمن والإيمان والأمان يا أحد الجلال والإكرام. اللهم عاجل أهل اليمن أيضا بالفرج مما دخلوا فيه من مشكلة مع أولئك الصفويين الحوثيين، عاجل غير آجل، ومن يسعينهم ويساعدهم ممن لا حظ لهم ولا مكان. اللهم عاجلهم بالانتصار وارتفاع الحق وعلوه وسلطانه على الباطل والأخذ على أيدي الصفويين الحوثيين، عاجل غير آجل يا مجيب الدعاء. اللهم انصرهم على الحوثيين وانصر من ينصرهم وشد أزرهم جميعا واجعل عاقبتهم عاقبة حميدة وعاقبة الحوثيين النجسين عاقبة مهينة، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح بلادنا، اللهم وفق لي أمر بلادنا لما تحب وترضاه، اللهم اجعله ناصحا للعباد مصلحا للأحوال قامعا للفتن مانعا لسوء الأخلاق منتصرا للحق على الباطل، إنك على كل شيء قدير. اللهم وفقه يا حي وقيوم في أموره كلها، واجعله يا حي وقيوم يراقب أمرك ويخافك ويرجوك ويساعد كل محبين الخير ناصرا للأمر المعروف والنهي عن المنكر قامعا للبدع والضلالات، وجازه على ذلك يا حي وقيوم بأحب ما تحبه له من الخير وتصد عنه أو تصده عنه من الشر، وأصلح له كل أعوانه، إنك على كل شيء قدير. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.